لفشهم، بدي اياهم منفشين اكثر. لفوق فوق، ارفع لي اياهم لفوق. يلا ولك ابني، صار لك ساعه وما كنت تخلص. يلا عم اشتغل يا خانو، اكثر من هيك ما بقدر. قلت لك بدي اياه مرفوع شوي وتفرده كله، مو هيك تلزقه كانه راس شي خروف. قبل شوي رفعت لك اياه وما عجبك مو؟ ايه عملته بدون موديل وكاني عاملته بالبيت. شو هالشغل؟ شبك لك ابني، ركب لي هون وصلات الشعر بقى. يلا خلصني روح، جيب لك شي اربعه خمسه، وحده لحالها ما بتكفي، جيب كل الوصلات يلي عندك يلا. بس هدول شعر طبيعي، يعني غاليين. صهري بيدفع لك حقه. انت ركبهم لا تاكل هم المصاري. عمل مثل ما عم تقلك بنتي، ما بيكفي انه نحن دفعنا اجرة تاكسي من البيت لهون. هلا ليش هالحكي؟ ماجد ما خلص تزيين السيارة، يعني شو يعمل؟ لو ما نام للظهر كان خلصها وجابنا فيها لهون. اسكتي، لسه ما تجوزته من هلا عم تدافع عنه. بكرة بتقوصينا اذا جبنا سيرة الافندي. اسمعي وليه؟ اذا بدك تجلقيه وتعطيه وش زيادة عن اللزوم رح تتعبي معه كتير وبكرة بتشوفي. خلصنا، مو وقته هالحكي. شبكه؟ لك بنتي شبكي بشو غلطت انا؟ أشو يا بعدي، بيتهم بعيد كتير عن بيتنا والكوفير بعيد وما بيقدروا يجوا لهون. الأصول هنن يجيبوا العروس لعند الكوفير وهنن ياخدوها على الصالة. بس طبيعي شافوا بنتي طيبة وطمعوا فيها من أول يوم. إيه أكيد، كف إيدك خلصني. وإنتي بنتي استعجلي يلا. هدي حبيبتي، شوفي لي شو عم يخبص هذا الثاني. شو هاليوم هاد؟